ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، حنا حدا المنصة ديال السهرات الفنية مدينة بجعد. سولنا الناس واش نتوما من عشاق ديال السهرات الفنية دم المواسم ديال التبوريدة، لا بغيتو تعرفوا اشنو قالوا لينا، اجيو معنا. بطبيعة الحال هذا التراث ديالنا، يعني خاصنا نحافظوا عليه أكثر وأكثر باش ما يتلاشاش مع أي دولة، خاصة تحافظ على التراث ديالها. بطبيعة الحال عزيزة عليا العيطة، وأنا من عشاق العيطة وعشاق الأغاني يعني القديمة ديال الناس الغيوان جيل جلالة، وأنا كنكتب الزجل، من كتاب الزجل، من الشباب اللي تيكتبوا الزجل. غادي نهدي قصيدة زجلية لسيدنا جلالة الملك محمد السادس من مدينة أبي الجعد. يلي شافك يحبك واللي ما حبك عايش عما، يا ملكنا الله ينصرك انت نورنا في الظلمة. المغرب آمن بفضلك عايش في السلم والهنا، الناس في البلدان تحبك يا رمز الكرم والنخوة. الشعب يهتف باسمك عاش أمير الأمة، الله يعينك ويحفظك من شر الأنس والبكمة. وكما كيعرف الجميع والمواطنين المغاربة جميعا كيعرفوا بأن تبوريدة من التقاليد والعادات المغربية، واللجوء إليها والفراجة فيها متنفس للمواطنين، لأن الإنسان العادات والتقاليد كتجي لها، كاين لقاءات بين السكان بين الجهات بين، وكل جهة عندها تقاليد ديالها كتعرضهم على الناس، وكاين متنفس الإنسان كيضحكوا شوية والوليدات كيخرجوا وسهرات وهذاك الشيء، زعما كنطلبوا يكون أكثر من هذا الشيء. أييه مرحبا، لحقاش أنا ود الجهة وسي نورمال. حنا العيطة كنفتخروا بها لأن عادات ديالنا وتقاليد وكنسمعوها من الصغار، وجدود جدودنا سمعوا ليها.